اخوتي واخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات. حديثنا اليوم عن نبات الجاردينيا. طبعا تكثر الاسئلة حول نبات الجاردينيا، هل النبات يزهر في فصل الصيف؟ هل الازهار فقط في فصل الربيع مثل ما هو يعني معروف يزهر بكثافة؟ ونزلنا أكثر من مرة، أنا بالنسبة لي نزلت أكثر من مرة منشور حول التزهير الكثيف في فصل الربيع، بحيث أنه في فصل الربيع تتحول هاي الشتلة اللي أمامكم إلى كتلة من الأزهار، طبعا هاي ارتفاع أكثر من مترين. الجواب اليوم إحنا في بتاريخ 13 حزيران 2022، وأمامكم الأزهار مثل ما هو واضحة. شوف بس هذا التزهير، شوفوا التزهير هنا أنا موجود، طبعا هنا أنا أيضا، لكن شنو عمر الزهرة هنا مثل ما هو يعني يومين. هنا طبعا هاي هنا أمامكم هاي ثمار المورينجا، هاي ثمار المورينجا، هاي هذا النوع من المورينجا اسمها مورينجا اوليفيرا، طبعا نازله على على ال على هاي الجاردينيا مزروعه في حديقه المنزليه. طبعا شوفوا امامكم بالشمس المباشره، عدا انه ظل هاي المورينجا قريب عليه. شوفوا هنا اخوان الاعزاء، وهنا ايضا بدايه هنا هاي يعني ما تقطع تزهير في فصل الصيف، لكن التزهير يكون قليل جدا، ليس مثل ما هو يعني معروف في فصل الربيع. فصل الربيع يكون التزهير كثيف جدا، بحيث هاي الشتلة اللي أمامكم تتحول إلى كتلة بيضاء، لكن الآن التزهير يكون أقل مثل ما هو واضح امامكم. نجي على بعض الاسئله المتداوله حول نبات الجاردينيا. بعض الاسئله حول نبات الجاردينيا، كثير من الاخوان يسالون عن نبات الجاردينيا، حول التطعيم، حول الانواع. طبعا اخوان الاعزاء اللي واضح امامكم، طبعا التصوير مثل ما وضحت في حديقه المنزليه العراق محافظه بابل. هاي اللي امامكم طبعا الاصل نسميه العراقي، بيها طعم مطعم على نوع هولندي، فتكون النبات اكثر مقاومة لانه الاصل مالته عراقي، ويمتاز الهولندي بانه كثيف التزهير. شوفوا هاي الازهار مالته، طبعا بالربيع شكل اخر، يعني هنا مئات الجنابذ مال الازهار تتفتح دفعة واحدة، تتحول هاي النبتة امامكم الى كتلة بيضاء. فاذا هذا النوع اللي موجود اصل عراقي او اصل محلي على طعم هولندي، طبعا موجود الايطالي، موجود التركي، موجود قسم من عندها ما تتحمل أجواء العراقية، ما تتحمل أجواء الحارة، فتوضع في مكان نصف ظل بالسنادين، أو مكان تصل له فقط شمس الصباح، ممكن زراعتها بالسنادين. يعني السؤال، هل الجاردينيا ممكن زراعتها بالسنادين؟ نعم ممكن زراعتها بالسنادين. إخوان، قسم من الإخوان أيضا يسألون حول التطعيم. التطعيم هذا مثل ما ممكن تطعيم الجاردينيا في فصل الربيع. نجي على سؤال متداول آخر ومهم جدا، وهو التسميد. إخوان الأعزاء، أهم شيء بتسميد الجاردينيا هو التسميد بالسماد العضوي في فصل الشتاء. نسمد بسماد عضوي متحلل في فصل الشتاء. المهم ايضا انه المكان، شوف هسه هنا ساق النبات مرتفع عن هنا، يعني من نزقي هنا هاي المنطقه صايره مثل الحفره
هاي هنا، فهاي المنطقة أنصى من المنطقة اللي بيها ساق النبات، لهذا أي سقي غزير ما يوصل ساق النبات يتسرب إلى هاي المنطقة. هاي من أهم الأمور المهمة، لأنه تجمع الماء أمام ساق النبات يعني عرض ساق النبات للإصابات الفطرية، وهذا يعني يسبب بالأغلب موت النبات، يعني تجمع النبات لأكثر لفترات طويلة يعني يؤدي إلى موت النبات. يعني السؤال متداول أيضا أنه إحنا نسمد في وقت الشتاء بالسماد العضوي، باقي أوقات السنة، باقي أوقات السنة إخواني الأعزاء يتم التسميد بسماد NPK متعادل أو سماد NPK. هسه أنا مثلا هنا عندنا، شوف هسه هنا بدت، شوف هسه هاي أعراض نقص عناصر في بعض الأوراق. طبعا هسه راح نتناول موضوع مهم أيضا يتعلق بسقوط بعض الأوراق أو بالنبات. الآن هسه هذا شكل النبات، شكله صحي، ظهور بعض يعني نهاية الأوراق. هسه هنا نشوف هسه هنا، هذا بعض الأحيان يؤدي إلى بسبب نقص العناصر. احنا إذا ظهرت يعني صار تغير بالأوراق وبكميات كبيرة، الأفضل أنه بعد إذا تسمد سماد NPK وشفت أكو نقص عناصر، فالأفضل أنه تسمد بسماد NPK مدعم بالعناصر الصغرى. هذا مهم جدا بين فترة وفترة. احنا التسميد بسماد NPK كل 3 أسابيع، لكن إذا شفت أنه رغم تسميد بسماد NPK ظهور أوراق يعني متضررة، أوراق تقريبا مشوهة، محترق الأطراف، فسمدوا بسماد NPK مدعم بالعناصر الصغرى. هذا الموضوع مهم جدا. طبعا بعض الإخوان أيضا يتصور أنه بالتسميد الجاردينيا دائما تحتاج إلى شيلات الحديد، يعني الحديد إخوان الأعزاء إذا ما أكو نقص عناصر بالأوراق تظهر الأوراق، ذاك عنصر الحديد ناقص به راح تظهر الأوراق، الأوراق باهتة صفراء، فقط العروق تظهر باللون الأخضر، فهذا دليل أنه نقص الحديد. بذاك الوقت تسمد بسماد عنصر الحديد، يعني مو أنت تسمدها تعتبر سماد عنصر الحديد أساسي وتسمد، لأنه إخوان الأعزاء ملاحظة مهمة يجب أنه توضيحها. عنصر الحديد الامتصاص مالته بطيء، يعني من السمد مرة واحدة أو مرتين كلش كافي، يعني كل 3 أشهر 4 أشهر إذا لاحظت نقص عناصر. إذا ما لاحظت نقص عناصر فماكو داعي تسمد بسماد عنصر الحديد. وكثير من الإخوان يتصور أنه الحديد الموجود، يعني يجيب حديد هاي البرادة أنه يطشها على النبات، هاي يعتبر عنصر الحديد. إخوان الأعزاء هاي معلومة خاطئة جدا. عنصر الحديد اللي يمتص النبات اللي قابل للامتصاص يختلف اختلاف جذري بالتركيبة مالته الكيميائية. لهذا اكو موجود عنصر الحديد موجود بالمكاتب الزراعية، تجيبه تحله الملعقة الصغيرة مع لتر مي وتسقي النبات، راح تشوف الامتصاص سريع وتغير النبات بشكل جذري بالنمو والتزهير ايضا. شوف اخوان الاعزاء، اكو ملاحظات ثانية دائما الاخوان يسألون، هذا ما يتعلق بالتسميد. طبعا تسميد سماد عضوي بالشتاء، سماد NPK طول اوقات السنة، اذا لاحظت رغم تسميد سماد NPK متعادل اكل اوراق عليها اصفرار او بيها مثل هاي النهايات، تسمد بسماد NPK مدعم بالعناصر الصغرى. وضحنا لكم عنصر الحديد شو وقت تسمدون به. نجي الى موضوع مهم جدا، اذا لاحظت انه الارض او التربة بيها مشكلة، الارض يعني تشوف بيها نسبة املاح وشفت انه تأثر على الاوراق وبيها اصفرار وتساقط الاوراق،
يعني الأوراق تصفرار تام بالنبات ويبدي تتساقط الأوراق، تتحول اللون الأصفر وتتساقط. هذا دليل أنه على الأكثر أكو مشكلة بالتربة. أول خطوات لأي شخص عنده مشكلة بالتربة تعالج بمبيد فطري. إذا لاحظت أنه يعني المياه يعني هنا دائما متواجدة سقي زيادة، أو تصير يعني المنطقة هاي أكثر عرضة للسقي، مثلا صاير شلون المبزل أو صاير تجمع للمياه، فبين فترة وفترة يجب أنه تسمد تكافح بمبيد فطري. الشغلة الثانية المهمة جدا اللي دائما أنصح بها أخوان الأعزاء بالنسبة لاستخدام الهيومك أسيد، الهيومك أسيد مفيد جدا 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 للنباتات. يعني إذا عندك جاردينيا أو عندك أي نبات تشوف أكو مشكلة بالأرض، فأنصح باستخدام الهيومك أسيد. الهيومك أسيد أخوان الأعزاء يحسن مواصفات التربة، مفيد جدا. تشوف النبات يغير بالكامل، تشوف اخضرار، تشوف امتصاص العناصر يصير قوي جدا. فأنصح باستخدام الهيومك أسيد لأي شخص عنده مشكلة بالتربة، سواء كان هاي المشكلة وجود أملاح أو وجود أيضا يعني تراكم للأسمدة الكيميائية على فترات زمنية، يجيب يسمد بالأرض أي شخص بشكل غير مدروس. فأفضل شيء هو استخدام الهيومك أسيد لتحسين مواصفات التربة. هاي ما يتعلق باستخدام الهيومك أسيد. نجي إلى بعض الأخوان دائما همي يسألون يقولون أبو عبد الرحمن أن مثلا هاي الجنابد هاي مال الأزهار هاي تتساقط. أخوان الأعزاء فترة التزهير لا ترشون المي، يعني أنت مو يصير رش المي على النبات بشكل مستمر، يعني هذا رش النبات على هاي يؤدي إلى اسوداد هاي الأزهار قبل التفتح وتساقطها. يعني أنت يعني ترش، لا ترش بالليل أولا لأنه يبقى المي لفترة طويلة ويسبب إصابات فطرية. لا تريد ترش وتغسل النبات بعد موجات الأتربة، ضروري أنه ترش النبات وتغسلها. لكن إذا يعني ظليت ترش بشكل متكرر يعني بالبيت أو يومية خمس مرات ست مرات كذا، راح أنت تتعرض إلى هاي المشكلة وتبدي الجنابد هاي تتحول إلى اللون الأسود وتتساقط. هاي أهم النقاط اللي خاصة بنبات الجاردينيا، وإن شاء الله أنا راح أجاوبكم على أهم الأسئلة المتداولة واللي أنتم تحتاجونها حول هذا النبات. طبعا شوفوا هسه هنا يوم، وإحنا شوف رغم أنه 13/6 شوفوا هذا النبات هسه ارتفاعه. طبعا هنا أنا هنا عندنا هذا الورد الجوري، شوف هسه هنا شوفوا هاي هنا عندنا البيتونيا، هنا عندنا الجتروفا، شوف امامكم جميلة جدا. وهنا ايضا عندنا نبات قريب عليها، هو نبات شوارب الملك سيسلفينيا، شوف هاي الازهار الجميلة موجودة قريب على النبات. وهنا مثل ما شوفتكم هاي ثمار نبات المورنجة مثل ما تشوفون. فأخواني الأعزاء هاي أبرز النقاط المهمة حول نبات الجاردينيا. إن شاء الله تكونون قد استفدتم، وأي شيء معلومات تحبونها إن شاء الله راح أجاوبكم بالتعليقات. بالختام نستودعكم الله وفي أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في أمان الله.